ومن الأدب إلى عالم السينما. فعام 2021 شهد انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية، مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة. المهرجان ضم إلى جانب الأفلام العربية والعالمية ورش ومبادرات، منها مبادرة سينما الحارة. المبادرة خرجت بالسينما من القاعات المغلقة إلى شوارع المملكة، وتعتمد فكرتها على التعاون بين المحترفين من الممثلين والمخرجين والجمهور من أجل تنفيذ مشاهد تمثيلية بهدف توعية الجمهور بدور السينما وتأثيرها. ضمن فعاليات المهرجان عرض لأول مرة فيلم شرف المأخوذ عن رواية الكاتب المصري صنع الله إبراهيم. تدور أحداث الفيلم حول شخصية شرف الذي يدخل السجن بعد جريمة قتل ارتكبها دفاعاً عن النفس، وهنا تتحطم أحلامه في الثروة والتدرج المجتمعي. شرف يقرر اكتساب مكانته الاجتماعية خلف القضبان، ولكن سيكون عليه أن يدفع ثمناً باهظاً لهذه المكانة. الفيلم تطرق أيضاً لبعض القضايا والأوضاع المعقدة في المجتمعات العربية، كذلك إلى النظام الاقتصادي العالمي، موضحاً مدى عدم العدالة في العالم. شرف فيلم للمخرج سمير نصر، الذي جمع بين 7 جنسيات عربية مختلفة، وهم تونس، الجزائر، مصر، فلسطين، لبنان، سوريا وليبيا. انتوا مش عايشين، انتوا مش اكتر من فيران تجارب، شعب نايم، شعب مخدر، كل عمركم شعب مخدر. لازم تقوموا، لازم تصوروا على الانظمه الفاسده تبعكم، الانظمه عم تصادر دمكم، اللي عم تسحب منكم اولادكم، عم تدمر تاريخ وعم تدمر مستقبل. شو عملتوا؟